حياكم الله مشاهدي الكرام. راح أروح أنا إياكم الآن للغور الصافي وجمعية سيدات غور الصافي. هاي الجمعية اللي تأسست بعام 96 ولها العديد من البرامج والنشاطات التي تعنى بخدمة المجتمع المحلي. الجمعية عم تعمل الآن فكرة مشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو إعادة عملية صبغ القماش بمواد طبيعية موجودة بشكل عام في البيئة المحلية. واستطاعت هاي الجمعية إنها تزرع أو إعادة زراعة نبات النيل اللي بنعرفها اللي كان ينصبغ فيه القماش النيلة بالغور، ونجحت النبتة وصاروا يستخرجوا منها النيلة لصبغ القماش. ورح نفرجيكم بالاستوديو مجموعة من القماش اللي تم صبغه بالمواد اللي رح نفرجيكم إياها موجودة معنا. بدي أعرفكم على سيدات جمعية غور الصافي. برحب أولا بسيدة نايفة النواصرة رئيسة جمعية سيدات غور الصافي الخيرية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا نايفة، يعطيك العافية. وبرحب بالست سميحة زهران، حضرتك عضوة في الجمعية وانت مسؤولة عن التصاميم اللي منشوفها. مشيك اهلا وسهلا فيك يا ست سميحة. وبرحب بالست فاطمة قزاعر، ايضا حضرتك عضوة في الجمعية ست فاطمة وانت مسؤولة عن الخياطة. عن الخياطة والتصميم، اهلا وسهلا فيكم. صدارة في الجمعية. كيف كان يوم الخميس فعاليتكم في عمان؟ تمام. شكرا ستي على هالاستضافة، وأنا بشكر التلفزيون الأردني الداعم لبرامجنا للعلم، يعني صار داعمنا أكثر من 4-5 مرات، يعني 90% من فعالياتنا اللي بتصير بدعمها التلفزيون الأردني وبعض الجهات الإعلامية، فهذا بيسلط الضوء على نشاطات السيدات اللي خارج عمان. يعني بعطيهم فرصة إنهم يسوقوا حالهم، يعني إحنا بالنسبة لنا سوقنا حالنا على مستوى العالم، يعني من خلال البرامج اللي إحنا تذاع. يعني أنا بذكر قبل 4-5 سنوات برضو استضافنا التلفزيون الأردني، وكانت انطلاقة وشهرة المشروع. إحنا كان برنامج ستي يوم الجمعة يسعد صباحك. يعني كانت هاي بداية انطلاقتنا من يسعد صباحك فعلا، اللي يعني ما حتى الأردنيين ما كانوا يعرفوا انه في. بس احنا صدفناك قبل هيك كمان يوم جميل. انا ما لا رح احكي طبعا وبالاضافة لانه العام كانت، يعني مش زمان كان، يعني انه استضافة بيوم جديد، وبرضه استعرضنا نشاطات الجمعية، وكانت الاستضافة سلطنا الضوء على احد فعالياتنا او برامجنا اللي هي الاشخاص المعوقين اللي احنا عملنا فعاليه. انا عشان اقول لك يعني ليش احنا من عمالنا بنحكي معاكم ومنشجعكم، لانه انتم اصحاب فكر حضاري، وكل مره بتطلعوا بمشروع حضاري، يعني زي فكره انكم تصبغوا القماش بطريقه. وفعلا انا حاولت اعمل بحث، يمكن طلع المشروع الاول من نوعه في الشرق الاوسط. وطلع انه انتم استخدم اعاده زراعه النيله اللي احنا كنا نعرفها زمان، زرعتوها في الغور ونجحت. وفكرتكم انه انتم بتصبغوا من مواد طبيعيه، يعني موسم الرمان بالقرفه بالكركم بالسماق بالشاي، اشياء كثيره موجوده من الطبيعه. طيب احكي لي بشكل سريع عن جمعيتكم حتى اروح للست سميحه وست فاطمه يخبروني عن تفاصيل والمشروع. طبعا انا العاشره عن جمعيتي انها تكونت بال 96. طبعا جمعيتي عندها عده برامج، اللي هي برامج يعني بنشتغل على تمكين المراه من خلال هاي البرامج الانتاجيه، برضه بنشتغل على مواضيع اجتماعيه، وبنشتغل على بعض لما يصير الاحداث السياسيه على تمكين المراه سياسيا. يعني عندنا عدة نشاطات، وأبرز نشاطاتنا تمكين المرأة، هو هذا المشروع اللي بين إيديكم رح يعني نستعرض القطع الفنية النادرة اللي إحنا عملناها. ورجعنا برضو زي ما نوهتي حضرتك على زراعة النيل، اللي هو إحنا ثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط رجعنا زرعنا النيل. طبعا إحنا بلشنا كتجربة والحمد لله إنها نجحت 100% كزراعة وكاستخراج لون إن شاء الله. إنه بشهر 3 رح يكون استخراج اللون، رح نكون إحنا الدولة العربية الثانية. طبعا الغور كان من آلاف السنين الدولة العربية الوحيدة اللي كانت تزرع فيها النيلة، يعني إحنا رجعنا أحيانا زراعة النيلة من خلال جمعية سيدات غور الصافي. طبعا إحنا كان طلعت هالنيلة صارت شبر. طبعا طلعت، وهلأ أنا شفتها يمكن طلعت هاي موجودة طبعا. فإنه إحنا بنشكر الجهات اللي دعمتنا، يعني كانت اليونسكو هي الداعم إلنا، لأنه لولاها بصراحة ما كنا نقدر، لأنه فيها تكلفة مادية وما عندنا الخبرات الفنية اللي إحنا ممكن إنه نشتغل عليها.
فأنا بشكر كل الجهات الداعمة اللي بلشت معنا ومسكت بإيدنا لوصلنا، وكمان بشكرهم على إنه إحنا لولاهم ما عملنا، يعني إحنا دائما كنا نشارك بازارات مشاركة جزئية. فإحنا اليوم الخميس انطلاقة فعاليات بازار سميناه من قلب الأردن، كان بازار خاص بصافي كرافت لجمعية سيدات غور الصافي، وإحنا استضفنا بعض الجمعيات شاركت معنا، وهذا فخر إلنا وانطلاقة إن شاء الله، إن شاء الله انطلاقة إن شاء الله. إلنا للأمام. طيب هلا مشروع سبغ القماش، يعني في عندك يمكن عنده جايبوا لنا مواد مش هيك؟ ست سميحة أنت مسؤولة الصبغ وبتلبسي كفوف لما تصبغي ولا لا؟ لا ما بنلبس كفوف، ما بتصبغ الايدين. لا ما بتصبغ، بس الرمان هيني اكلت رمانه يوم الجمعه. احنا بنستعمل قشور الرمان، ما بتصبغ الايدين. ما بتمسك على الايدين. بتعطي لون خمري؟ لا بتعطينا اللون الاصفر. اصفر؟ اصفر على كموني. على كموني، على كموني مزبوط. بنضيف لها ماده الحديد بتعطينا اللون السكني للرمان، لون سكني. طيب انت عاجبك انه فكره انها تصبغي من مواد، كيف بتحليها، كيف بتسووها؟ يعني كيف الرمان بنغلي الرمان وبنضيف له اضافات، لما بنغلي لحال الرمان بعطينا اللون الاصفر، لما بنضيف له ماده الحديد بعد الحديد بعد الغلي بترشوا حديد عليها. بنعطيها شويه حديد بعطينا اللون السكني. وبنستعمل كمان نبات الفوه. ايش هاي؟ نبات فوه. فوه فوه هاي. هاي النبته احنا جبناها من ضانه. هاتيها كلها. هاي من محمية الضانه. محمية الضانه برض غالي، بتعطينا اللون الزهري، درجات حسب اللون اللي بدك اياه. هذه عشبه يعني بتصير بس تنشف. هاي اللون هاي حسب القماش اللي احنا بنستعمله، بتعطينا الوان غامق فاتح. سبحان الله، يعني هذا للقماش انسبغ بهاي الماده. هاي عشبه وين بتكون موجوده؟ في ضانه. ضانه؟ محمية الضانه، حضرنا من محمية الضانه. بالاضافه للتراب. تراب؟ هاي التراب البحر الميت. على حمار التراب. بعطينا اللون الاحمر. برضو التراب ما بنغلي، لا بس بنذوبه بالمي وبعطينا اللون الاحمر. احمر بيعطي احمر. احمر والاصفر كمان. هذا تراب كمان. تراب اصفر. تراب اصفر. مش معقول، في حوالي 10 الوان يعني. تخيلوا كل هاي الاشياء موجوده بالاردن، ويمكن احنا ممكن مصر ما بيعرف في منطقه البحر 10 الوان من التراب. تقريبا 10 الوان تراب موجوده. احنا ابناء المنطقه ما كنا نعرف، كانت الفكره من فنانه كندية أبوها عالم آثار، إجت بالتسعينات على المنطقة وظلت حافظة الفكرة ورجعت ودربت السيدات. يعني إحنا أبناء المنطقة ما كنا نعرف إنه التراب ممكن إنه نستخدمه بالصباغة، بس هلأ صرنا منكم نعرف إنه بالبحر الميت في 10 ألوان للتربة وممكن أكثر. وممكن ألوان للتربة. وهيهم موجودين، يعني هاي تراب موجودين. طيب كيف بتجيبوا القماش وبتسبغوه وبعدين بتخيطوه؟ بنسبغ القماش أول شيء الكم اللي بدنا إياها. هاي إيش هاي؟ شنطاي. هاي مطرة مي. للأطفال تصبغ. بنجيب القماش وبنصبغه. بعدين بنقصه الديزاين اللي بدنا اياه المطلوب منا. وبنرسم. يعني هلا لو غسلتها هاي ما بحل. لا لا ما بحل نهائي. ايش بتحطوا له، مثبت ولا هو بضل بالشمس لحال؟ هاي بالثبت. سبحان الله، ما بنعرف احنا شو المعادله الكيماويه، لازم ينشر بالشمس حتى يثبت باللون. بس شو المعادله الكيماويه احنا طبعا ما بنعرفها. هي يعني عم بيتم استعراض المواد الثانيه. هاي كلها كانت قماش ابيض وانصبغت بالمواد الطبيعيه يعني اللي فرجيناها لحضراتكم، اللي هم رواد اصلا. يعني جمعيه سيدات غور الصافي هم رواد في هالمشروع. طيب وبتصبغوا القماش وبعدين بتودوه لمين؟ لست فاطمة. لست فاطمة والبنت بجمع احنا 14 سيدة. انتوا 14 سيدة مجموعة الديزاين التصميم المطلوب. يعني عندكم مطبخ بتسبغوا فيه؟ عندنا مطبخ. بتسبغوا فيه طناجر طناجر بنستعمل النار وغاز، ومرات بنولع نار برا حسب الامكانيات. وحسب المزاج. حسب المزاج اربع. والنيلة كيف تتعاملوا مع النيلة؟ للابيض بس؟ انا بتذكر انه اهلي كانوا يحطوها مع الابيض. مع الابيض مش هيك؟ هيك تعطي لون بتزهزه شوي. بتزهز سبحان الله. البياض بصير على ازرق. على ازرق زي النيون. ايوه. طيب ست فاطمه، هلا القماش بنسبغ وبيجي لعندك حضرتك مسؤوله الخياطه. مسؤوله الخياطه بعد. طيب. ما نحدد الديزاين اللي بدنا نشتغل فيه. بنصبغ وبنجهزه، وببلش انا اعمل القرن الكوشينات زي هدول القرن. هاي احنا شايفين هناك وبنعمل مفارش للتخوت، مفارش للطاولات. ببلش اجهزهم على الماكينه بخيطهم، وبعد هيك بنعطيهم لصبايا عندنا للتشييك
بعمل عليهم تشيك اذا فيهم بفنشوهم يعني بفنشوهم بعمل في اذا فيهم شيء اخطاء برد برجعوا لي اياهم برد اعيد خلطهم بالمصبوغ. وطيب هالمنتج وين بتروحوا فيه بعدين؟ والله عندنا في الجمعيه بس صرنا هسه بنودي على الشركه الاردنيه وفي عندنا متحف في اخفض بقعه في العالم عندنا في ورسا تعرضهم وبصير في بيع بتحسوا انه في بيع؟ والله مش كثير يعني هو احنا مشكلتنا صراحه في التسويق يعني احنا بنعرض هناك كمان احنا مش يعني انه زاويه محدده في المتحف بس كمان يعني مش هالعرض المضبوط انه يعني ما بنعرض كل شغلنا فيه. خساره بس هالانتاج ومن مواد طبيعيه مسبوغ يعني ما يتمش تسويقه وبيعه. قاسه نايفه ستي احنا يعني قبل 3 أسابيع التقينا مع وزير السياحه والاثار انا ومجموعه من هذا منتج سياحي من اصلا من رؤساء الجمعيات فاحنا منتجنا معرض يعني بنعرضه كامل بالمتحف بس المشكله الكبرى انه يعني طلبنا من وزير السياحه ومن مدير الاثار اول امبارح هو اللي افتتح لنا البازار انه بيسوى انه المتحف يكون على الخارطه السياحيه. انا بشكل شخصي تقريبا لفيت على معظم المكاتب السياحيه حتى على مستوى الاردن يعني وللاسف وانا بحكيها بكل اسف انه على مستوى الاردن ما بيعرفوا انه عندنا متحف اخفض متحف بالاردن اللي هو يعني احنا الاصل انه نسوقه للاردنيين قبل ما نسوقه عالميا. بتعرفي اني انا ما بعرف وين موجود؟ موجود بغور الصافي يعني الاصل انه انا وانا حكيتها بكل تجرد وامام وزير السياحه وامام مدير الاثار يعني احنا كاردنيين نسوق المتحف للاردنيين قبل ما نسوقه عالميا مع انه المتحف عالمي يعني متحف اخفض منطقه بالعالم اللي هو تحته فوق تقريبا مقام سيدنا لوط فيعني منطقة سياحية أثرية يعني بسوى إنها يعني وعدنا أول امبارح إنه إن شاء الله رح نساعدكم ورح نسوق وأنا بشوف بالمناسبة شو المتحف موجود فيه؟ موجود فيه قطع أثرية نادرة من خلال هاي القطع الأثرية كان عالم أثار اكتشف إنه النيل وقصب السكر كانوا يزرعوا قبل آلاف السنين منطقة الأغوار دلالة على إنه منطقة الأغوار منطقة أثرية قبل ما تكون منطقة زراعية فيها طواحين يعني فيها طواحين سكر ما زالت طواحين السكر قائمة وتشهد وما زالت عاصر النيلة موجودة وتشهد يعني احنا منطقتنا منطقة رائعة بس بحاجة لشوية شغل من وزارة السياحة والآثار وانا طلبتها بشكل شخصي. فاطمة عم تحكيش تدعمونا يعني انه حتى على مستوى اللي بده ينزل لغور الصافي ما بيدل الطريق بالضبط يعني من غور الصافي ما بيعرفوا انه في الميت لازم تحطونا قرمات انه من غور الصافي من هون حتى يقدروا يتوصلوا انه حتى كمان يعني ما يتركنها مفاجأة يمكن ممكن بلا إن شاء الله يعني عن جد وزير السياحة المرة هاي كان جاد وإنه إن شاء الله يعني هم إنه المتحف موجود على الخارطة بس إنه ما بعرف يعني هي كانت المبررات يعني بسوى بالشركات السياحية ما يجيك وفد سياحي خذي على المتحف يعني هو متحف بجنن موجود فيه أشياء السواح بيحبوا يشوفوا لأنه موجود في كل العالم بحر موجود في كل العالم مثلا بس ما فيش زي البتراء ما فيش زي الأشياء الموجودة بالمتحف اللي بتوضح يعني زي مطاحن السكر اللي تحكوا عنها مطاحن النيلة تخيلي آية ديش معلومة يعني الواحد بيعتز انه يعرفها عن بلده بالضبط خسارة بالزبط. طيب انا بدي اشكركم شكرا واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وشكرا هالاشياء الجميله اللي اتحفتوا فيها الاستوديو واتحفتوا فيها يعني نظرنا فيها الصباح اللي هي من صنع ستاتنا ومن صباغه ستاتنا ومن الوان ترابنا وارضنا شكرا لك ست نايفه ست سميحه بشكر دعمكم المتواصل شكرا لكم اهلا وسهلا شكرا.